قرر رئيس دولة أفريقية في السبعينيات أفرقة المهن والوظائف، فطرد 100,000 مهاجر من بلده بعدما صادر كل أملاكهم. مع ذلك كتب الله لهؤلاء المطرودين نجاحاً استثنائياً في بلد آخر بطريقة لا تخطر على بال. أنا محمد الرميحي، أصحابكم مع إيكو عربي بتفاصيل هذه القصة الملهمة. ابان السبعينيات، قرر رئيس الأوغندي عيدي أمين أفرقة المهن والتجارة في بلده. أراد الرئيس إيقاف ما كان يراه هيمنة للعمال الهنود على سوق العمل والتجارة في أوغندا، فأمم ممتلكاتهم وسحب جنسيات المجنسين منهم وأعطاهم 90 يوماً مهلة لمغادرة البلاد. لم يستطع هؤلاء العمال العودة إلى الهند كونها كانت غارقة بالفقر والحروب. حاولت دول العالم إثناء أمين عن قراره اللا إنساني، لكنه رفض التراجع. تقاسمت عدة دول اللاجئين وفتحوا الأبواب لهم، فغادروا أوغندا. وصلت مجموعة منهم إلى الولايات المتحدة وكانوا مفلسين تماماً. استأجروا منازل بسيطة في المناطق النائية لتجنب الإيجارات المرتفعة بالمدن. كانوا عاجزين عن العمل لعدم إتقانهم الإنجليزية وقتها، فخطرت في بالهم فكرة تحويل منازلهم البسيطة إلى بانسيونات أو فنادق صغيرة، إذ اعتبروها طريقة جيدة لتوفير إيجار المنزل الذي يسكنوه وكذلك إيجاد وظيفة لكل أفراد الأسرة. بمرور سنوات قليلة نجحوا بإدارة منشآتهم الصغيرة وراحوا يتوسعون ويطورون. لم يكن طريقهم بأمريكا سهلا، بل مورس ضدهم أشكال من التمييز والعنصرية، لكن ذلك لم يمنعهم من التركيز على هدفهم، فتوسعوا أكثر بالصناعة وراكموا بها خبرات كبيرة. بنهاية الثمانينيات استحوذوا على حصة كبرى من سوق الفنادق الصغيرة بأمريكا، وهي نفس الفترة التي دخل فيها الاقتصاد الأوغندي في هوة عميقة، لدرجة أن الرئيس الأوغندي الجديد ياوري ميسيفاني ناشدهم العودة لبلده. تبع غالبية هؤلاء حياتهم ببلدان المهجر ولم يفكروا بالرجوع لأوغندا. أسسوا في أمريكا جمعية تدافع عن حقوقهم باعتبارهم ملاك فنادق يتم ممارسة التمييز ضدهم، فنجحت الجمعية نجاحا كبيرا، ووصل عدد أعضائها اليوم 19,000 عضو من الهنود. يملكون نصف فنادق أمريكا بما فيها سلاسل كبرى كالهوليدي إن وكونفورت إن ورمادا وغيرها. يبلغ حجم الاستثمار بهذه الفنادق 85 مليار دولار بحسب إحصائية للعام 1999، وتقدر نفس الإحصائية قيمة عقارات الهنود ب 38 مليار دولار. يعمل لديهم 800,000 موظف. تبلغ قيمة مشترياتهم لفنادقهم من السوق الأمريكي 31 مليار دولار سنوياً، وينفقون 1 مليار دولار تقريباً على التحسينات السنوية لمنشآتهم. بختام حلقتنا نستذكر قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. سلام من الله عليكم ورحمات وبركات. إيكو عربي.